وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف السيدة سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. نرحب فيك أستاذة سارة في نشرة الأخبار. بداية، كيف لمستم نجاح فعاليات أيام العيد التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال عيد الفطر المبارك واحتفاء بالمنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2024؟ مساكم الله بالخير. طبعا بداية أتوجه بأسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وطبعا إلى شعب مملكة البحرين وزوارها الكرام بمناسبة عيد الفطر السعيد. فعاليات أيام العيد الحمد لله سجلت إقبال كبير من الزوار وتجاوب إيجابي من القطاع الخاص من خلال طبعا تنظيم أنشطة سياحية وترفيهية متنوعة في الفنادق والمجمعات التجارية مثل ما طبعا ذكرت في التقرير، حيث كانت توفر أنشطة داخلية وخارجية في مختلف محافظات المملكة. طبعا احتفاء بالمنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2024 لمسنا ارتفاع ونجاح في حجوزات الفنادق واستفادة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي طبعا من باقات الفنادق والسفر الخاصة اللي ساهمت في مضاعفة معدلات إشغال المنشآت الفندقية ومراكز الضيافة خلال إجازة أيام العيد. طبعا هاي الإقبال إذا بيدل على تنويع المنتج السياحي في المملكة على مدار السنة بما يخدف أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2026 في تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية مفضلة للجميع من أفراد وعوائل. طبعا أنا حابة أنتهز هاي الفرصة بعد أن نشكر القطاع الخاص على تعاونه في تقديم برامج سياحية وترفيهية مبتكرة. كان له الفضل في استقطاب عدد أكبر من السواح والزوار، وهالشيء يبين أهمية الشراكة بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومؤسسات القطاع الخاص لدعم قطاع السياحة وتعزيز معدلات نموه. أستاذة سارة، أعلنتم التزام الهيئة بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في السياحة والترفيه على مدار السنة لاستقطاب ضيوف المملكة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي والسواح عموما من دول العالم. يعني ما هي خططكم خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا الحمد لله هاي السنة سنة بتكون متميزة مو بس على البحرين، في البحرين حتى في دول مجلس التعاون، طبعا مع احتفال مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، إن شاء الله بيكون في تنظيم للعديد من الفعاليات والمبادرات السياحية المتنوعة في مختلف محافظات المملكة، خصوصا طبعا خلال فترة أعياد البحرين في شهر ديسمبر، وإن شاء الله موسم الصيف هاي السنة بيكون مختلف مع الفعاليات السياحية والترفيهية اللي بتلبي احتياجات جميع السواح والزوار، خاصة بمناطق الوجهات البحرية المناسبة طبعا للكافة سواء أفراد أو عوائل. هناك العديد من الخطط لدى الهيئة لإبراز السياحة والترويج لها في مملكة البحرين، يمكن من أهمها تنويع العروض السياحية من خلال تطوير الفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية اللي من خلالها بيصير في جذب لمختلف أنواع السياح وتلبية احتياجاتهم، وطبعا بيكون في عمل مستمر لاستحداث الأنشطة والفعاليات السياحية الجديدة. يمكن التسويق والترويج لتعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة سياحية مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والشراكة طبعا والتعاون الفعال مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحفيز وزيادة المساهمة في الترويج للبلاد كوجهة سياحية مركزية، وبالتالي أكيد بهالشيء بنحقق أهداف التطوير السياحي المستدام. السيدة سارة أحمد بوحجي، رئيس تنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.